وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية معناها أن الحج واجب على المسلمين، ولكن بشرط الاستطاعة. يعني الإنسان الما مستطيع ما واجب عليه الحج حتى يستطيع، والاستطاعة تكون بأمرين اثنين. الأمر الأول الاستطاعة البدنية، يعني يكون بدنك شنو يا جماعة مستطيع، لأن الحج فيه تعب وفيه جهد وفيه نصب، فبيحتاج لإنسان مستطيع بدنيا، عنده القدرة البدنية. والنوع الثاني من الاستطاعة في الحج الاستطاعة المادية. شوف الحاج الآن بمئة وكم؟ مئة وكم؟ 143 مليون. قد ينقص شوية، قد يزيد شوية. أنا متوسطه 143 مليون. فهو يحتاج إلى استطاعة مادية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت، لكن ما كل الناس، من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، يعني حج الحج إلى البيت الحرام واجب على المسلم المستطيع، واجب مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو نافلة. لكن طالما أنت مستطيع، عندك المال اليكفي للحج، وبدنيا مستطيع، واجب عليك تبادر وتسرع بالحج، ما تأخره. ليه؟ لأنه الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. المسجد الآن عنده أركان وعنده أعمدة، إذا عمود واحد وقع ممكن المسجد كله يا جماعة يقع. كذلك الإسلام عنده خمسة أركان، إذا ركن واحد سقط قد يسقط جميع الأركان لإسلام العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم فضل الحج عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذا حجيت وما رفست ولا فسقت وجيت راجع من الحج، ترجع من الذنوب أبيض نظيف. قال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الزول لما تلدي أمه مولود جديد، عنده معاصي؟ عنده سيئات؟ عنده ذنوب؟ لا. كذلك إذا جاء من الحج، لكن بشرطين. الشرط الأول قال: من حج فلم يرفث. والرفث
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو كل ما روجع به النساء، أو هو الحديث عن أمور النساء. ده في الحج ما بيجوز، عشان كده ربنا قال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والآية جاءت بلفظ الخبر الذي يراد به النهي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج. والفسوق هو الباطل من الكلام والباطل من القول، والجدال المنهي عنه في الحج هو الجدال الذي ليست له فائدة، الغلاط يعني الغلاط. انت في الحج الكلام ده ما بيجوز عديل. أما الجدال في الدين، لقيت لك واحد في الحج عقيدته فاسدة، يجوز بل يجب عليك إن كان عندك علم إنك تنصحه وترجعه. زول بنده غير الله أو بنادي غير الله أو بدعو الميتين أو بدعو الصالحين، لقيته في الحج واجب عليك تنهاه وتأمره وتوريه العقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد. وده ما يسمى جدال مذموم، ده جدال محمود وتؤجر عليه في الحج وفي غير الحج، لقول الله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجب على الحاج أولا أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، يعني الحج ما يكون عادة من العادات، ولا يكون مظهر من مظاهر الرياء والمفاخرة. ألا لو واحد يمشي الحج ويجي يضرب للأولاد من الباخرة هم جايين في الطريق من جدة، يقول لي عليك الله أجيب لك جير وأضرب كتفتين الباب الأبيض وأكتب باللبني يا داخلا هذا الدار صلي على النبي المختار حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا حج فلان ابن فلان. مظهر من مظاهر الرياء والمفاخرة. بل بعض الناس يتفاخروا يقول لك أنا والله حجيت حج سياحي ونزلنا في فندق 7 نجوم ومشينا بالطيارة الخطوط شنو ما عارف، وانتم مشيتوا بالباخرة ساكت. يتفاخروا ويتباهوا، ده كله باطل ولا يجوز لا في الحج ولا في أي عبادة من العبادات التي أمر الله بها، لأن العبادات الأصل فيها الإخلاص، ولا تقبل أي عبادة من العبادات إلا إذا أخلص صاحبها لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فأول حاجة تخلص النية لله، ثاني حاجة يجب عليك أن تتعلم كيف تحج. قبل ما تجمع القروش للحج لابد تجمع العلم للحج وتعرف بحج كيف ذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج قال خذوا عني مناسككم، يعني ما تخترع لك حاجة من راسك في الحج. في ناس لما يمشوا الحج هناك يقول لك واجب علينا نمشي المساجد 7، واجب علينا نمشي مسجد القبلتين، واجب علينا نمشي نزور جبل الرومات، أو يقول لك مسجد القبلتين والمساجد 7 ولازم واجب علينا نزور كذا. وده كله الأوجب منه؟ لا أوجب ربنا ولا أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام. الوجوب ده قطعوا الناس من راسهم براهم لأنه ما تعلموا الحج. وللأسف
إنه بعض الأمراء بتاع الحج ذاته جهلة. مرة من المرات كنا حاجين، واحد أمير بتاع فوج مسؤول من نساء حريم، يوم عرفة طلع بالنسوان بس كامل، أول ما مشي وعرفة زحمة، أصلا زحمة من ما الحج ده ربنا نزله من السماء، مشوا لقاها زحمة أظن أول مرة يجوا، قام قال للنسوان يا ناس إنما الأعمال بالنيات والدين يسر، لف الباص رجعهم، ما وقفوا بعرفة بس كامل بهذه الحجة. طبعا ده الحجهم كله باطل، وهو أجرم في حق هؤلاء النسوة من المسلمين، أجرم في حقهن ذو الجاهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ما وقفت بعرفة ما عندك حج، وكونك تقيف بعرفة ده ذاته الدين يسر، ده ذاته، وخليت الوقوف بعرفة ما عندك حج، عديل كده. زي الزول الصلاة بدون وضوء، عنده صلاة يا جماعة؟ زول لا توضى ولا تطهر ذاته، قال والله يا أخي أنا حافظ جزء عمك كامل، الله أكبر، ما عنده صلاة، مش لو حافظ جزء عمك، يعني حافظ المصحف كله، ما توضيت ما عندك صلاة. فكذلك الحج عرفة، والحج عنده أركان، لو خليت بأي ركن ما عندك حج. وأعظم ركن من أركان الحج، أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. ده فوت النسوان كلهم عرفة بس لأنه لقاها زحمة. طيب حتفضى بتين عرفة؟ يعني أنت بتتخيل حتجي سنة من السنين تلقاها فاضية؟ والعالم كله الناس الحج بيجوا في حتة واحدة في عرفة، كيف ما يكون زحمة؟ ملايين البشر، لكن المحل واسع بيشيل الناس، سبحان الله. طيب، فقال النبي، قال النبي عليه الصلاة، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بالعلم، وبدأ الله بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك كانت هذه الدورة في 3 يوم، الليلة أول يوم وبكرة وبعد بكرة آخر يوم، نتعلم كيف نحج. وحتى الإنسان الما حاج السنة دي ده علم واجب عليك تتعلمه، اتعلمه وخذته في راسك، يمكن المرة الجاية ربنا ييسر لك تمشي. والأمر بيد الله، ما هو شطارة ولا هو اعتماد على نفسك، ممكن والله ربنا يجيب لك حج وانت راقد في سريرك، فتعلم خليك جاهز. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم. طيب، من أعظم الكتب الألفت في صفة الحج والعمرة، في كتب صغيرة رسائل ممكن أي إنسان يقرأ يفهمها، وفي كتب مطولة موسعة. الكتب الصغيرة الصحيحة المتقنة المهمة جدا كتاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، واسمه الإيضاح والبيان على كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة وآداب الزيارة، رسالة قدر الرسالة دي. وكذلك رسالة الدليل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيها صفة الحج والعمرة بصورة مختصرة أي مسلم ممكن يقرأ يفهمها. كذلك كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني رحمه الله، هذا هو الكتاب. وكتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك للشيخ العباد الكبير، هذا هو الكتاب. وكذلك كتاب حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، في مجلد متوسط الحجم. وحجة النبي عليه الصلاة والسلام كما رواها جابر هو حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا به صفة الحج من أوله إلى آخره، يعني حديث واحد من رواية جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وعن أبيه. والشيخ الألباني ألف فيه كتاب كامل. من الكتب أيضا بعد ذلك كتب الفقه المطولة وكتب الحديث.
صحيح البخاري فيه كتاب كامل اسمه كتاب الحج، تحته أبواب كثيرة جدا، وصحيح مسلم، وكتب السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها من الكتب، وكتب الفقه المطولة والمختصرة، كلها فيها باب أو كتاب عن الحج، دي الكتب المطولة. لكن الإنسان ممكن يبدأ بهذه الرسائل لأنه بتوصلك إلى المطلوب بأيسر طريق وفي أقرب وقت، بالذات الإنسان المبتدئ ممكن يقرأ ويفهم. وأنا جمعت بين رسالة الشيخ العباد ورسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب هنقرأ من هنا وهنقرأ من هنا. يقول الشيخ العباد حفظه الله: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا يعني بصورة مجملة مختصرة أن يحرم بها من الميقات، أول حاجة في العمرة أو في الحج الإحرام، والإحرام بيكون من الميقات، من الميقات. والمواقيت أربعة مواقيت أو خمسة مواقيت عفوا: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، وذات عرق. والسودانيين يا جماعة ميقاتهم ما جدة، خطأ والله، ده خطأ كبير. ميقاتهم قبل جدة من داخل البحر، لو راكب باخرة بيوروك بيقول لك ده الميقات، لو راكب طيارة وحازيته فوق في الجو بيقول لك ده الميقات قبل ما تصل جدة. الناس اللي بيمشوا السودانيين اللي بيحرموا من جدة ديل فاتوا الميقات أصلا، فاتوا غادي، ودي مسألة خطيرة في الحج والعمرة. وللأسف بيفتوهم بهذا الأمر شيوخ ما عندهم علم بالدين، وأحيانا يكونوا صحفيين، وأحيانا يكونوا مذيعين. من أغرب الأشياء واحد مذيع بعرفه أنا كان ساكن جنبه، مذيع ما عنده أي علاقة بالعلم، بعرفه تماما وكنت ساكن جاره، بيستضيف قال شيوخ وكده في التلفزيون، بعد شوية بكثرة استضافة للشيوخ بقوا ذاته عالم، ركب مكنة عالم، قلع الكرافتة وكده لبس عمة قال عالم، ونفسه والله أعرفه جيدا ما يبقى أي شيء في الدين. وده مصداق ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض يعني بموت العلماء. ربنا بينتزع العلم كيف؟ ما بيقلعوا من صدور العلماء يخلوهم بدون علم، لا، لكن بموت العلماء. قال: حتى إذا لم يبقي عالما، العلماء ماتوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال جهلة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ديل جهلة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يوم جابوا مرة في التلفزيون، مرة عاملة فيها عالمة، قالوا لا رأيك شنو بالتعدد؟ قالت بري ما بدوره. قالت بري ما بدوره، هسه دي فتوى؟ من الله خلقكم لقتكم فتوى بتبدأ ببري؟ لا فيها آية، لا فيها حديث، لا فيها قول سلف، لا فيها أقوال للأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، بري ما بدوره، دي عالم، دي عالم عند الناس. ودي أكبر مشكلة الآن وقعت الناس في الشرك بالله بالمناسبة، وقعت الناس في الكفر بالله، وقعت الناس في البدع، إنه ناس ما علماء، واحد يمشي يشتري له بس جلابية جديدة وعمة وعباية ويجيبوه في التلفزيون، ده خلاص عالم طوال. وللأسف الشديد والله ضيعوا المسلمين وضيعوا الأمة، وهذا ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، فقال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال ده أكثر حاجة أنا بخاف على أمتي، شيوخ
وأئمة لكن بتاعين ضلال وناس جهلة. فأفتوهم قالوا لهم ميقاتكم في جدة، فوتوا الناس الميقات، واحد يجي ماشي في الميقات ماشي غادي طوالي بيجل لابيته، وده حرام والله ما يجوز. طيب بيوروك له بس في البحر، قولوا ليك ده الميقات فيهم. أنا الآن ما أذكر ال... طيب أن يحرم من الميقات، كيف الإحرام يعني شنو ذاته يا جماعة؟ الإحرام في لبس الإحرام وفي الإحرام. اللبس بتاع الإحرام هو الإزار والرداء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المحرم قال أن يحرم في إزار ورداء. يهو بيلبسوه تحت وبيلبسوه شنو؟ فوق الأبيض المعروف ده، وتتجرد من جميع الثياب. في ناس بيخجلوا يقول لك يعني ما البس أي حاجة تحته، أي ما تلبس أي حاجة تحته. والعلماء قالوا فيه تذكر بالموت، وفيه تواضع لله، لأنه بيستوي في لبس الإحرام الغني والفقير والذليل والحقير والوزير والغفير، كلهم بيستووا. ويذكر الإنسان الموت لأنه قريب من الكفن في شكله. طيب فنمرة واحد تحرم من الميقات. اللبس بتاع الإحرام ده ممكن تلبسه قبل الميقات، لكن لما انتصل الميقات لازم تحرم. وما هو الإحرام من الميقات؟ إذا كنت تريد العمرة أن تقول اللهم لبيك عمرة، أو تقول لبيك عمرة، ده الإحرام من الميقات، تقول اللهم لبيك عمرة أو تقول لبيك عمرة. وإذا كان حج تقول لبيك حجا. وحجينا التفصيل في هذه المسألة في الأنساك، أنساك الحج الثلاثة بعد شوية. كذلك فاللبس ده قلنا ممكن تلبسه قبل الميقات، لكن تقول تحرم لازم يكون في الميقات. ولا يجوز أن تلبس لبس الإحرام بعد الميقات، ما بيجوز، وكده تكون ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، وعليك دم فدية تسبحها لفقراء الحرم، توزع على فقراء الحرم. ده الإنسان اللي تجاوز الميقات ومشى وما أحرم، أو ما لبس لبس شنو؟ ما لبس لبس الإحرام. فاللبس ممكن تلبسه قبل الميقات، ولما انتصل الميقات تقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا، تدخل في النسك. لكن ما يجوز تلبسه بعد الميقات زي ما الناس بيفعلوا، يمشوا يلبسوه في جدة، ده ما بيجوز. طيب وبعد ما وممكن تلبسه في الميقات نفسه، أما لما تقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا إلى آخره، السنة إنك تقول بعد ما تركب الدابة بتاعتك وداير تتحرك من الميقات، قبل ما تتحرك، قبل ما تطلع من الميقات. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ده أيضا من صفة العمرة بعد الإحرام من الميقات، تطوف بالبيت. وحيجينا الشرح للكلام ده كله، لكن ده الآن كلام إجمالي. تطوف بالبيت بعد ما تحرم، تبدأ تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز أن تقول لبيك إله الحق كما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تخلط بين التلبية وبين التهليل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلبي لحد ما تصل البيت الكعبة. أول ما وصلت الكعبة تقطع شنو يا جماعة؟ تقطع التلبية. تطوف بالبيت كيف؟ أول ما تصل البيت تدخل برجلك اليمنى في المسجد الحرام، وما بتصلي ركعتين تحية المسجد. إذا كان قصدك الطواف، أنت جاي تطوف معتمر أو حاج،
ما بتصلي ركعتي دخول للمسجد، إنما تحية البيت الحرام هي الطواف. أما إذا جت يوم تاني لا معتمر ولا حاج تقدر تصلي في المسجد، بس هنا لا بد تصلي ركعتين، هنا تكون التحية تحية مسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعد ذلك تتوجه للحجر الأسود قبل ما تبدأ الطواف، والحجر الأسود السنة فيه أن تستلمه، والاستلام يكون باليد اليمنى هكذا قائلا: بسم الله والله أكبر. تستلمه بيدك وتقول شنو؟ بسم الله والله أكبر. ومن السنة أن تقبله، قال السلف الصالح: والفرق بين قبلة الحجر الأسود وقبلة النساء أن قبلة الحجر الأسود لا صوت فيها، بدون صوت. يبقى نمرة واحد في الحجر الأسود السنة شنو؟ تستلمه بيدك. نمرة اثنين تعمل شنو؟ تقبل وتقول بسم الله والله أكبر. نمرة أربعة أن تسجد عليه، ودي من السنن المهجورة يعني هكذا في الحجر الأسود كما ورد ذلك في الآثار الصحيحة كما صحها الألباني رحمه الله تعالى. طيب ده إذا أنا قدرت وصلت الحجر الأسود، طيب إذا ما قدرت وصلت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إليه بعصا، يعني يهبش بعصايا أو بمحجن، ثم يقبل هذا الشيء، يقبله. طيب إذا ما قدرت تصل بعصا، تشير إليه من بعيد قائلا: الله أكبر، ولا تقول بسم الله. إذا كان من بعيد تقول الله أكبر وتشير كده قصاد الحجر الأسود وما بتقول شنو؟ بسم الله. ها؟ لا لا لا، تشير بس بدون قبيل. وطبعا تمشي الحاج هناك كل زول إلا من رحم الله شغال براسه، وقاعدين تلقاهم بنططوا، وقاعدين تلقاهم شايلين جلالة كلهم مع بعض، المهم شغلة جايطة. لكن نحن بنقول دي السنة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار تحج حجة صحيحة زي ما حج النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ما ورد في هذه الكتب الصحيحة. ونحن نذكر منها ما تيسر لأنه دورة قصيرة يعني. طيب بعد ذاك تجعل شنو؟ كتفك اليمين برا وتغطي كتفك اليسار، وده اسمه الاطباع، الاطباع وهو سنة ثابتة. وتجعل الحجر الأسود على يدك اليسار، والآن عامل لك يمينك بجاي نور أخضر عشان تعرف إنه ده قصاد الحجر الأسود. تجعل الكعبة والحجر الأسود على يدك اليسار، وتبدأ من هنا قصاد الحجر الأسود الطواف، بدأ خلاص الطواف. تقول فيه شنو؟ ماذا تقول في الطواف؟ تذكر الله وتدعو وتقرأ القرآن وتسبح وتكبر وتهلل، ويجوز لك أن تتكلم، ولكن خير لك أن تجعله كله دعاء وذكرا ذكرا لله وقراءة للقرآن إلى آخره، تجعل عبادة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف صلاة، غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام. لكن الإنسان ما يتوسع، إنما يذكر الله سبحانه وتعالى. تبدأ تطوف سبع أشواط، تعدها كيف السبعة؟ بدأت من قصاد الحجر الأسود، تلف وتجراج على الحجر الأسود كده كم؟ تلف ثاني وتجراج على الحجر الأسود كده كم؟ اثنين، وهكذا سبع مرات، سبع مرات. الثلاث أشواط الأوائل من الطواف يشرع لك الرمل، والرمل
أن تسرع الخطى وتسعى متقارب خطوات القدمين، يعني تحاول تسعى كده بسرعة ولكن خطوات كرعينك مالها قريبة لبعض، ما تفتح تشبح بعيد، دي السنة كده، لكن في الثلاثة أشواط الأوائل. وهو سنة في طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، لكن في باقي أنواع الأطوفة ما بتعمل تاني الكلام ده في الحج. طيب، في الثلاثة أشواط الأوائل سنة تدعو الله سبحانه وتعالى وتذكر الله عز وجل وتجتنب البدع، في بدع ثقيلة هناك لأنه بتجي أجناس كثيرة وطرق وأحزاب وجماعات، كلنا جايين بفهم براهم، وفي واحدين كل واحد ذاته جاي بدين براهم، شغلة بتلقاها جايطة. أنت التزم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجيب بدع، يعني ما تخترع لك عبادة من راسك أو ذكر تقوله من راسك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الله ما بيقبله، ما في حاجة اسمه في الدين زيادة خير دار نزيدها في الشريعة، ما في، كله شر. أي زيادة في الدين وفي الشريعة شر، ما في زيادة اسمها زيادة خير في الدين. ده الطواف. ولا يجوز لبشر أن يطوف بمكان طواف عبادة إلا بالكعبة، كما نقل ذلك الإمام النووي في المجموع شرح المهذب للشيرازي رحمهم الله تعالى، وكما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. أجمع العلماء، قال أجمع العلماء على أنه لا يطاف ببيت إلا ببيت الله تعالى. تقدر يطوف طواف عبادة، لكن عندك والله ديك رايح غنماء رايحة بقيت تلف حول البيت، ده ما طواف عبادة، لكن طواف العبادة لا يجوز إلا بالكعبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف يكون بالبيت، بيت ربنا سبحانه وتعالى، بالكعبة فقط. وأجمع العلماء كما نقل النووي في المجموع أنه لا يجوز الطواف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ها إذا كان ده قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجوز الطواف به، طواف في الكعبة هناك بس، فكيف قبور الناس التانين؟ لا في قبور في البلد دي بيطوفوا بها، بل بعض الناس في بلدنا دي وفي غيره يعتقد الطواف بالقبر، قبر الولي الصالح في نظرهم، أعظم من الطواف بالكعبة ذاتها. أي والله، أزيدكم معلومة كمان، عندنا في البلد دي مداح كبير ما دار نجيب اسمه، وشيخ طريقة كبير صوره معلقة في الحفلات وفي دكاكين الذهب وفي غيره للأسف الشديد، ده بيمدح مديح، قال عن شيخ، قال: زورته، تزور الشيخ ده، زورت حجة ورؤياه عيد. قال: لو زرت الشيخ ده دي بتعد الحجة للكعبة طوالي، بس تزور الشيخ بس، وإذا شفته ده زي العيد الأضحى وعيد الفطر، بس تشوف الشيخ. وده كلام من أبطل الباطل. طيب، بعد ما تطوف السبع أشواط انتهيت منها طوالي، تقوم تغطي شنو؟ تغطي كتفك ده. الثلاثة أشواط بتسعى، باقي الأربع أشواط بتمشي عادي، خطى خفيفة ما بتسعى، يعني ما بتسرع الخطى. انتهيت كده من السبعة، الثلاثة مع الأربعة سبعة، انتهيت تقوم تغطي شنو يا جماعة؟ تغطي ها؟ كيف؟ الرمل ده للرجل دون النساء، دون النساء، أحسنتم. طيب، بعدك تقوم تغطي شنو يا جماعة؟ تغطي كتفك
الأيمن؟ لا الأيمن، أنت بتطلع على الأيمن، ما ليس للحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف اطبع، أو كان الصحابة إذا طافوا اطبعوا وأخرجوا أكتافهم اليمنى وألقوا أطراف الأزر على اليسرى كده، يعني بيدعوها كده. بعد ما طوى السبعة تقوم تغطي شنو؟ تغطي الكتف. وأصلا الطباعة ده لأنه لما جو الصحابة وكان في حمى في المدينة، فجو في عمرة القضاء، قال بعض كفار قريش: أتاكم أهل يثرب أو هؤلاء القوم وقد وهنتهم حمى يثرب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والروم القوة. فطلعوا شنو؟ طلعوا عضلاتهم وعملوا الرمل، أسرعوا في الخطى. طيب بعد ذلك سئل عمر بن الخطاب بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تلك ذلك أمر أمرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة منه، قال: فلا نريد أن نتركه لسنة، وإن كان عمل لهذا الأمر قال نحن ما نتركه طالما سناها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بس داري اختصر الكلام عشان نمشي قدام، خلوا الأسئلة بعدين. طيب بعد ما انتهى من السبعة، تنتهي من السبعة أشواط، تغطي شنو؟ الكتف بتاعك. والليلة طبعا بيجيبوا أيام الحج يوتلزون، يجيبوا لك المذيع راكب فوق، يقول لك جبل عرفة طالع فوق، ويسموه جبل الرحمة برضو الناس، طالع فوق مطلع كتفه اليمين. أيها السادة المشاهدون، نحن الآن مطلع كتفك ليه؟ ده هناك تغطي هناك بعد ما تطوف. لكن المشكلة، المشكلة مش الجهل بس، المشكلة الجهل مع التسلط. والله يا جماعة أكثر شيء ضر الأمة الإسلامية تسلط الجاهلين، ده أكثر شيء ضر الأمة دي. المهم كده نمشي قدام، بعد ما انتهي من السبع أشواط تغطي كتفك وتصلي ركعتين خلف المقام، مقام سيدنا إبراهيم، إن تيسر خلفه طوالي، إن ما تيسر ترجع بعيد قصاده، إن ما تيسر في أي مكان من البيت تصلي ركعتين. طيب قال: ويسعى بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تمشي تركب الصفا فوق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء حجينا ويتجه إلى الكعبة. شيخ الألباني يقول: وعليك أن تتحرى رؤية الكعبة. قال: وهذه من السنن المهجورة. المهم فتبدأ بالصفا وتسعى بين الصفا والمروة سبع مرات. في ناس بيعملوها 14 مرة. كيف؟ بيمشي من الصفا للمروة ويرجع من المروة للصفا ويقول واحد، لا ديل اثنين، ديل ما واحد، لأنه من الصفا للمروة واحد، ومن المروة ترجع الصفا كده اثنين ما واحد. ففي ناس الواحد بيمشي من الصفا للمروة ويرجع تاني من المروة للصفا يقوم يعدها شنو؟ واحد، ودي اثنين ما واحد، يكون عمر كم مرة؟ 14 مرة. فتمشي تبدأ من الصفا سبعة وتمشي، تبدأ من الصفا وتمشي للمروة وترجع سبع مرات، يعني حتنتهي بياتها، حتنتهي بالمروة، لأنه عدد فردي سبعة. في عالمين أخضرين عاملين لك خضر بين الصفا والمروة، نور فوق وتحت وهناك، يعني مسافة محددين لك بالعلامة الخضر دي تجري فيها، والجري للرجال فقط دون النساء. بتلقى هناك برضو بعض النسوان بيجرن، ما لهم للرجال. والسنة في الجري بين الصفا والمروة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري بين الحتتين المحددات ديل، يجري حتى تظهر ركبه صلى الله عليه وسلم، جري شديد كان للسنة كده. لكن الزول ما بيقدر، فاتقوا الله ما استطعتم، امشي بل بتقدر عليهم. وأصل المحل اللي بتجري فيه ده أصلا كان وادي، جرت فيه هاجر أم إسماعيل رضي الله
عنها وأرضاها وعليه السلام أنه كان بتبحث عن الماء لطفلها، فكان بتجري في الحتة دي، فصارت سنة لنا إلى يوم القيامة. وتمشي المروة برضو تطلع وتدعو الله سبحانه وتعالى دعاء مأثور حيجينا. طيب بعد ما انتهيت من السبعة وانتهيت عند المروة، طوالي تمشي تحلق راسك، إما تحلق اللي هو صلعة يعني وهذا هو الأفضل والأعظم أجرا، أو تخففه، لكن تخففه كله يا جماعة. في ناس الواحد في جماعة شالين مقص، مقص الشنب ده، واقفين في المروة ذاته، يقول لك تعال تعال، يقوم يقطع لك هنا واحدة واحدة بس، ويقطع لك هنا واحدة، يقول لك امشي، أنت لسه محرم بالمناسبة. لو جيت للسودان لسه أنت محرم، لو قعدت سنة في السودان أنت لسه على الإحرام، ما تحللت بالمناسبة. الحلق ما كده، الحلق هو الصلعة عديل وده الأفضل، أو لو ما داير صلعة تخففه كله كده، كل الشعر تخففه، يعني تشيل منه جد زي ما بتمشي الحلاق كده، حتى لو ما نمرة واحد تكون حلقته كله كله، وفي شنو؟ وفي شعر، لو داير يبقى باقي شعر ما في مشكلة، حتى لو كثير ما في مشكلة، لكن تكون شلت من جميع أطراف شنو يا جماعة؟ من جميع شعر الرأس، تشيل منه كثير بسيط على كيفك. الأفضل تحلق صلعة مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، يعني صلعة يعني. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، يعني اللي بيحلقوا يخلوا شعر. قال: اللهم ارحم المحلقين، ثاني. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين، ثالث، ثلاث مرات. في الرابعة قال: والمقصرين، معناته دعا للناس اللي بيحلقوا مرة واحدة صلعة كم مرة؟ ثلاث. ودعا للناس اللي بيخففوا كم مرة واحدة. أما اللي بيجيله شعره هنا وشعره هنا ده ما بيجوز. أما المرأة بتشيل بتلم شعره كله، دي السنة، وتشيل من الشعر من تحت قدر شنو يا جماعة؟ أنملة، اللي هو الجزء من الأصبع ده فيه خضة بس قدر ده من الشعر كله، تشيل منه كله، ده السنة للمرأة. بعد ما حلقت انت كده اتحللت من العمرة، يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد ذلك ويحل له ما حرم عليه بالإحرام، كده حللت من العمرة. يبقى العمرة سهلة، عيدة تاني، أول حاجة تحرم من الميقات، لبست إحرامك قبل الميقات أو في الميقات، ما تلبسه بعد الميقات، وقلت اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة، وتبدأ تلبي طوال لبيك، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسنة في التلبية إنك تعلي صوتك، تعلي شنو؟ صوتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، وصح في الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون بأصوات عالية جدا حتى تبح أصواتهم، يعني السنة إنه كان لما صوتهم ينقرش. ودي الليلة لو عملت الناس كلهم بيعيروا لك هناك في الحج والعمرة، في الحاصل شنو؟ ودي السنة، مع إنه هنا الفنانة بتغني مش بصوت العالي بس، ساون سيستم 4 أو 8 ساون سيستم، إن خطيت في أضانك حديد بخش لك برضو، وما بزول بيسأله يقول لك يا أخي ما فرح. طيب ديك ما سنة يا ناس، شوف الناس، إلا من رحم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ورفع الصوت السنة فيه للرجال دون النساء، أما المرأة فتخفض شنو؟ صوتها في التلبية. الثج هو إراقة الدماء، إراقة الدماء، نحر الهدي وكده، وحاجينا قدام. أما العج هو رفع الصوت. طيب بعد ما لبيت لحد ما تصل الكعبة بتوقف شنو؟ التلبية، تمشي الحجر الأسود، لو قدرت تستلمه، ما قدرت تأشر من بعيد، وتطوف 7 أشواط. انتهيت من 7 أشواط تغطي كتفك اللي كنت مطلعه قبيل، وتقوم تصلي 2 ركعتين، ان تيسر خلف مقام إبراهيم، ما تيسر في أي مكان من البيت،
تتوجه إلى الصفا وتسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، تمشي تحلق رأسك، انتهت العمرة. سهلة ولا ما سهلة يا جماعة؟ أعيدها تاني آخر مرة، تحرم من الميقات، أحرمته، حنجميل الدورة دي زيادة لأنه عدناه، أحرمته، تلبي، وصلت الكعبة توقف التلبية، تأشر الحجر الأسود أو تمشي تستلمه إذا قدرت، لكن ما تضرب زول، ما تعوق زول، تطوف 7 أشواط، طفت تصلي ركعتين، صليت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، تحلق العمرة انتهت. مش واضحة يا جماعة؟ طيب حيجينا التفصيل طبعا، وكل نقطة دليل على شنو والراجح، حيجينا الكلام، دي مسألة إجمالية. طيب، وصفة الحج أو قبل الحج إحرام أهل مكة للعمرة، للعمرة لأهل مكة، الناس اللي جوا مكة ديل لابد يطلعوا التنعيم، الآن بيسموه مسجد السيدة عائشة هو التنعيم، تطلع يحرم من برا للعمرة ويجي داخل شنو؟ يعتمر. ده بالنسبة للعمرة لأهل مكة، لكن الحج لأهل مكة ممكن يحرم من داخل مكة ما يطلع، لكن العمرة اليوم لازم يطلع برا ويجوا، يطلعوا الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. طيب، أما صفة الحج إجمالا، دي كان صفة العمرة، صفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات. الآفاقي، الآفاقي يعني الخارج مكة، يعني كل ناس من ميقاتهم، وعرفنا ميقات السودانيين، ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة. ده بالنسبة للحج أهل مكة، والناس القاعدين جوا مكة لكن ما من أهلها، لكن قاعدين جوا مكة وجا موسم الحج ودار يحجوا، الحج ما بيحرموا لهم، يطلعوا لهم من برا أهل مكة والناس القاعدين، إنما من جوا مكة، يختلف من العمرة بالنسبة لمن كان بمكة. ويطوف القارن والمفرد للقدوم، لأن الحج 3 أنساك، 3 أنساك، حج التمتع 1، والإفراد 2، والقران أو القران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. أفضل هذه 3 أنواع من الحج هو حج التمتع، ده أعظم أجر إنك تحج شنو يا جماعة؟ متمتع. وبعض العلماء كالشيخ الألباني ذهب إلى وجوبه، إنه واجب تحج متمتع، لكن الصحيح والله أعلم ما رجح الشيخ العباد وغيره من العلماء أنه هو الأفضل، ولكن ليس واجبا، لكن هو الأفضل عند جميع العلماء أن تحج متمتعا. وسموه متمتع ليه؟ لأنك بتعتمر في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات. يات الأشهر المعلومات شوال وذي القعدة وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، دي الأشهر المعلومات وهي أشهر الحج. دي إذا درت حجة حج التمتع بتأتي بعمرة في هذه الأشهر، أشهر الحج دي. لكن إذا جبت عمرة ورجعت بلدك جيت منها الأصلية، دي ما بتكون لك عمرة تابعة للحج، لازم تاني لو جيت تعمل عمرة. لكن لو عملت عمرة في أشهر الحج دي ومشيت مثلا المدينة ما رجعت لبلدك الأصلية، دي بتكون لك عمرة للحج، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طيب، ويطوف القارن والمفرد للقدوم، أول ما يجوا عندهم طواف اللي هو طواف القدوم، ويسعيان بين الصفا والمروة، ده بالنسبة للقارن وشنو يا جماعة؟ والمفرد. ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة. المفرد والقارن أول ما يجوا بيعملوا طواف، ده اسمه طواف القدوم، وبعد الطواف يسعوا بين الصفا والمروة 7 أشواط، لكن يجوز لهم يأخروا السعي ده بين الصفا والمروة، ممكن يسعوا الآن مع طواف القدوم طوالي بعديه طوالي، وممكن يأخروا لحد طواف الإفاضة بعد طواف الإفاضة، يأخروا
ليوم طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يا تو بيكون أول يوم العيد، عيد الأضحى اللي يوم 10 ذي الحجة، واليوم ده يوم الحج الأكبر، لأنه تجتمع فيه أمهات العبادات، وتجمع في كلمة رنحط، وهي الرمي، رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، وحلق الرأس، والطواف اللي هو طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحج الأربعة، ده ركن من أركان الحج، زي ما إنه الوقوف بعرفة ركن، كذلك طواف الإفاضة شنو يا جماعة؟ ركن من أركان الحج، وحيجينا الأركان بالتفصيل. طيب، ولهما يعني المفرد والقارن أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة. وطبعا يوم العيد ذاته، يوم عيد الأضحى، يوم 10 ذي الحجة، قلنا تجتمع فيه أمهات شنو؟ العبادات، شكي ربنا سماه يوم الحج الأكبر، لأنه تجتمع فيه أمهات العبادات التي ذكرناها. يجوز تقدم وتأخر فيها، يعني يجوز تحلق قبل ما تنحر، يجوز تنحر قبل ما تحلق، يجوز تطوف قبل ما تحلق، وهكذا. عشان كده في اليوم ده بالذات كأن الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، حلقت رأسي قبل أن أنحر هدي. يقول: افعل ولا حرج. ويأتي الثاني يقول: نحرت هدي قبل أن أحلق رأسي. يقول: افعل ولا حرج. ويأتي الثالث ويقول: طفت الإفاضة قبل أن أحلق رأسي أو قبل أن أنحر هدي. يقول: افعل ولا حرج. افعل ولا حرج دي في شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في تقديم العبادات الأربعة دي بعض على بعض، قدمها زي وأخر زي ما داير في اليوم ده. جماعة من الضلال أخذوا حديث افعل ولا حرج، المخدرات كيف؟ افعل ولا حرج. البنكو كيف؟ افعل ولا حرج. يعني هذا بيتكلم عن تقديم وتأخير الأربع عبادات للحاج في يوم الحج الأكبر اللي يوم 10 ذي الحجة، ما بيتكلم عن إنك ترتكب الحرام، افعل ولا حرج. طيب، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى. اليوم الثامن ده اسمه يوم التروية، ويوم التروية سمي بيوم التروية لأنه زمان، في زمن الصحابة وقبلهم وبعدهم، كانوا الناس بيشيلوا الموية، موية الري، يشربوا منها يعني، يحملوها يودوها لمنى، فسموه يوم شنو يا جماعة؟ التروية، وهو يوم 8 ذي الحجة اللي هو قبل يوم عرفة بيوم، قبل الوقفة بيوم. ده الحجاج بيمشوا بيتوجهوا كلهم لمنى، بيمشوا لمنى يلبوا وماشيين بصوت عالي ويهللوا وماشيين لمنى، بيستغروا بقعد هناك في منى، عشان بكره يوم 9 ذي الحجة يوم عرفة بيمشوا وين؟ بيمشوا عرفة، وبالمساء يوم عرفة بيجوا راجعين يبيتوا وين؟ في مزدلفة، وهكذا. في مسألة سهلة، طيب، لكن بس دايرة يعني الإنسان يركز فيها. ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بشنو؟ مزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد، وينحر هديه برضه يوم العيد، ونحر الهدي للحاج بيقوم مقام الضحية له، يعني نحر هديه خلاص، ثاني ما عليه شنو يا جماعة؟ ما عليه ضحية، لو داير يرسل أولاده في هنا في البلد يضحوا ما في مشكلة. طيب، وينحر هديه إن كان عليه هدي. ليه قال إن كان عليه هدي؟ لأنه المفرد ما عليه شنو يا جماعة؟ ما عليه هدي. ويحلق رأسه أو يقصره، وده تكلمنا عنه قبل، ويطوف طواف الإفاضة، ده كله في يوم شنو؟ يوم العيد، يوم الحج الأكبر. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، يسعى سعي الحج، قبل هو سعى سعي شنو؟ العمرة، عليه سعي شنو؟ الحج، ويعمل طواف الإفاضة، وده ركن من أركان الحج، ويسعى برضه سعي الحج. وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، قبيل قلنا ممكن يأخر شنو؟ طواف القدوم. ثم يبيت بمنن
ليالي أيام التشريق اللي هو يوم 11 ذي الحجة و12 ذي يوم 10 ذي الحجة يبيت ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 دي ليالي أيام التشريق. ويرمي الجمرات الثلاثة أيام التشريق بعد الزوال. الزوال ده يا جماعة مش مغيب الشمس، الزوال الشمس في نص النهار بتكون في نص السماء، في النص في كبد السماء، أول ما تزيح من نص السماء شوية ده اسمه شنو؟ الزوال. فالرمي أيام التشريق الثلاثة يكون بعد الزوال، دي السنة كده. ثم يودع البيت يعني يطوف طوف الوداع عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، يعني خلاص راجع، من السنة إنه يطوف طواف شنو؟ الوداع. أما التبصيل، تبصيل أعمال العمرة والحج فكالآتي. نحن الآن ذكرنا العمرة إجمالا وذكرنا الحج شنو يا جماعة؟ إجمالا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة، يعني زول ماشي حج أو ماشي عمرة بس بدون حج أو عمرة يتمتع بها إلى الحج، أن يغتسل للإحرام. مستحب أول حاجة تعمل شنو يا جماعة؟ تغتسل، اللي هو غسل الجنابة ده، تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، حتى لو كانت مرأة والمرأة عليها الحيض أو النفاس مستحب إنها تغتسل للإحرام فضلا. لكن انتبهوا يا جماعة، المرأة ما عندها لبس إحرام، برضو بتلقى هناك بعض النساء بيفصلوا له لبس بتاع إحرام أبيض، وده ما عنده أي علاقة بالدين بالمناسبة. زي مسألة الحداد، مش الحداد ذاته، الحداد من السنة، لكن في الحداد ذاته في بدعة بيسووها. المرأة لو مات راجلة أو مات أبوها هنا بالسودان بتلبس لون شنو؟ أبيض. الشيخ الألباني قال دي بدعة يابانية جات من اليابان، والله ميدن جابان البدعة دي بالذات. كذلك في 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 في, في الإحرام، المرأة ما بتلبس لبس إحرام يا ناس، بتحرم في حجابها ذاته، تقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا خلاص أحرمك، هو بتمشي تفصل لها لبس أبيض. الراجل بيلبس هو الإزار والرداء المعروف، والإزار والرداء ما يكون مخيطات، وكلمة مخيط بعض الناس بيفهموها غلط، يقول لك معناته ما فيها خيط، يعني ما ممكن يكون من خشب. ما المقصود انه ما فيها خيط، المقصود بالمخيط زي ده يا جماعة، زي الجلابية دي مثلا، ما لا عندها شنو؟ عندها شنو؟ هنا في يد طالعة لبرا، وهنا في الجسم، وهنا في يد، وهنا في الرقبة، أو دي مفتوحة، ده اسمه المخيط المفصل، يعني ما يكون مفصل، إنما إزار يتلف تحت ورداء يتلف شنو؟ فوق. هذا هو يعني يقول لك ما يكون مخيط، يعني ما يكون مفصل، هذا هو المقصود. يلبس الرجل الإحرام هو الإزار والرداء، ويلبس النعلين، ولا يجوز للرجل أن يلبس القلنسوة، يعني دي الطاقية دي، ولا العمامة ونحوهما، كل ده ما يجوز. ولا يجوز أن يغطي أو يستر رأسه بصورة مباشرة، أي حاجة بتغطي رأسه وهو محرم ما بجوز بصورة مباشرة. لكن مثلا ركب طيارة أو ركب بص، البص ماله مغطي، ده ما في مشكلة. الشيعة بتلقاهم هناك بيجيبوا الحجر النار بص بثلاثة مليار، يقطعوا السقف كله كرر، لأنهم فاهمين الحديث غلط، قالوا ما دارين حاجة تستر راسهم، بيقطعوا البص بحجر النار من السواق لعدي لكم ساري ورا كله بيقطعوا. بالله عليك الله، ذي البشر ما هذا المقصود؟ المقصود إنه ما في حاجة تغطي تغطي راسك، بتلاقيهم قاعدين زي البقر في البص، رؤوسهم طالعة برا كله. طيب، أما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع، هدوم ذات حجاب الشرعي، إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل
ولا تلبس القفازين، الجوارب دي ممكن تدخل يدها تحت شنو؟ تحت الخمار بتاعها عشان ما تصر، لكن القفازين دي ما بتلبسه، وما بتشد النقاب في وشها، ما بتشده. كيف المقصود شنو بالكلام ده؟ برضو كثير من الناس بيفهموا خطأ. النقاب ده مش النساء بيلبسوه كده وبيربطوه ورا، بيكون مشدود على الراس زي المفصل ده، ما بيجوز وقت الإحرام. لكن ممكن تنزل الهدوم في وشها، تغطي وشها كده، يكون منزل بس ما يكون شنو مشدود مربوط، ده هو الممنوع. طيب كذلك يا جماعة الخفين اللي بيستروا لحد فوق، لحد يتغطي الكعبين، الإنسان ما يلبسهم، يكون حاجة دون الكعبين، سفنجة شبشب دون الكعبين أو هكذا. فالمرأة يجوز تلقي على وجهها الثياب تغطي وجهها، حتى لو هبش وجهها ما مشكلة، على القول الصحيح، لأنه في بعض النساء تعمل لها طاقية كده زي بتاعت الجيش، وتجيب النقاب من بعيد عشان ما يلصق وشها، ده ما له داعي. على القول الصحيح انه ممكن تسدل حتى لو هبش وشها، مش الممنوع بس انه تشد النقاب في راسه يكون مربوط هكذا. وللرجل ان يلبس الاحرام قبل الميقات ولو في بيته، يعني حتى انت لو في الطيارة، بالذات الناس اللي بيمشوا بالطيارة، ما لقيت حمام او كده تخش وقت اللي يقول لك ده الميقات، تخش وتغير ما قدرت، ممكن من مطار خرطوم ده تلبس شنو؟ الاحرام، لكن لسه ما تحرم، بس ده ما لبس. اول ما يقول لك ده الميقات تقول اللهم لبيك شنو؟ عمره، خلاص انت خشيت. فده قلنا ممكن تلبسه قبل، لكن ما تلبسه بعد الميقات، تمشي جده وتقول البسه، وانت ناوي الحج او العمره من السودان. اذا ناوي الحج والعمره من السودان ما يجوز تمشي تلبس لبس الإحرام من جدة أو تحرم من جدة، ده كله ما يجوز. طيب ويجوز للرجل أن يدهن ويتطيب، يدهن ويتطيب، لكن قبل ما يلبس شنو يا جماعة؟ الإحرام. بعد ما يلبس الإحرام ما يجوز ثاني يتطيب. طبعا النساء ما يتطيبوا، لأنه يعني المرأة إذا خرجت تعطرت وخرجت، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي زانية وكل عين زانية. فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج أو العمرة، بل يجب عليه أن يتلفظ، يقول اللهم لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا. طيب ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية، مثل قولهم اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسروا لي وتقبلوا مني، ده كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنا قد ساق الهدي، قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، إذا قدر يحج قارن يقول اللهم لبيك شنو؟ بحجة وعمرة. وسموه قارن لأنه قرن بين شنو يا جماعة؟ الاثنين، وقد ساق وساق معه الهدي. وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها، وده المتمتع يا جماعة، الما ساق الهدي ده المتمتع، وسمى متمتع لأنه بيجيب العمرة، بيعمل عمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، بيجيب فيها عمرة ويتحلل بعد ما يحلق بفك الإحرام، يتحلل ويتمتع بما حرم عليه بالإحرام، وينتظر لحد يوم 8 ذي الحجة اللي هو اسمه يوم شنو يا جماعة؟ يوم التروية، عشان كده يسموه متمتع. يجوز يأتي زوجته أو يتمتع بما حرم عليه بالإحرام. طيب وإن أحب اشترط، لما يحرم إذا داير ممكن يشترط، يقول اللهم محلي
حيث حبستني. وده إذا خاف من عارض، من مرض، أو من خوف، أو من أي كان سبب متوقع إنه ما يتم العمرة أو ما يتم الحج. فممكن لما نقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا يقول شنو؟ اللهم محل لي حيث حبستني. ولو قال كده بيستفيد شنو يعني؟ بيستفيد إنه لو انقطع النسك بتاعه، الحج بتاعه انقطع، ممكن يفك الإحرام خلاص، ما يكون عليه أي حاجة، لا دم ولا عليه ذنب ولا عليه أي حاجة. إذا اشترط قبيل في الإحرام يقول الكلمة دي، اللهم محل لي حيث حبستني. طيب، قال فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجه أو عمرته، وليس عليه دم وليس عليه حج من قابل، إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضاء، يعني حج ثاني، لكن ما بكون عليه حاجة، ما بكون عليه شيء. وليس للإحرام صلاة تخصه، أو صلاة تخصه، الإحرام ما عنده صلاة تخصه، لأنه برضو من البدع هناك يقول لك أول ما تلبس الإحرام لابد تصلي شنو؟ لابد تصلي ركعتين، إلا في ميقات أهل المدينة. الناس الجايين من المدينة، الوادي المبارك ده، وادي المبارك وهو ذو الحليفة، من السنة تصلي فيه إما صلاة واجبة أو صلاة شنو؟ نافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك. ده إذا كان ده تصلي فيه، لأن الوادي ده مبارك وأمرنا أن نصلي فيه، وكان صلاة واجبة أو صلاة نافلة. لكن الإحرام ما عنده صلاة ركعتين خاصة به، وده مشهور عند الناس الليلة، أول ما تمشي يقول لك عليك الله، أول ما تلبس الإحرام تطلع طوال تصلي ركعتين الإحرام، ما في كلام زي ده. طيب، ثم أول ما يحرم يستقبل القبلة قائما، وهذا من السنة كما قال الشيخ الألباني، ثم يلبي بالعمرة أو الحج والعمرة كما تقدم، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ده برضو من السنة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويلبي بقوله لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم أيضا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، ويكرر هذا، ويلتزم تلبية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل له. وكان ابن عمر يزيد فيها ويقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته يصرخون بها صراخا، بالتلبية كان يصرخ بها صراخ. وقال أبو حازم: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، كان بيلبوا بقوة شديدة لحد ما أصواتهم شنو؟ تنقرش، حسهم ينقرش زي ما نحن بنقول. والمرأة السنة إنها تخفض شنو يا جماعة؟ صوتها، تخفض صوتها لئلا يفتتن بها الرجال. ويلتزم التلبية، يعني يكون يلبي طوالي، يلبي طوالي، لأنها من شعائر الحج. ولقوله صلى الله عليه وسلم، وشو الفضل العظيم ده للتلبية يا جماعة؟ ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. أي ملبي يلبي يمينك وشمالك، الأشجار اليمينك دي كلها، والأحجار اليمينك، والأشجار الشمالك، والأحجار الشمالك، كلها تلبي بتلبيتك دي.
وبخاصة كلما علا شرفا أو هبط واديا. طيب، وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول عبد الله بن مسعود: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة لحد ما يوم العيد، بعد بيوقف شنو التلبية، إلا أنه يخلطها بتلبية وتهليل، يعني يلبي ويهلل لحد ما يوقف إلا يوم شنو يا جماعة، بعد ما يرمي جمرة العقبة، مش قبل ما يرميها لما يصل الجمرة، لا، بعد ما يرميها وينتهي، كما قال أيضا الشيخ العباد حفظه الله تعالى. لكن إذا وصل إلى الطواف بيوقف يشتغل به الطواف، ينتهي من الطواف الحاج ثاني يرجع لشنو؟ التلبية لحد ما يرمي جمرة الكعبة. طيب، لما نجي يدخل مكة الحاج إن تيسر له الاغتسال قبل دخولها غير غسل الإحرام القبيل، إن تيسر له الاغتسال يغتسل قبل دخول مكة ويدخلها نهارا إذا تيسر، إذا ما تيسر خلاص بأي ساعة، لكن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل المسجد الحرام فليقدم رجله اليمنى وليقل: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والذكر الأخير ذا اللي بيقوله لما ندخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حتى في المساجد الهنا العادية في أي وقت دخلت قلت من الصباح: ربنا يحفظك من الشيطان لحد المساء يومك كله، وقلت من المساء: ربنا يحفظك من الشيطان لحد الصباح يومك كله الليلة كلها. طيب، فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، يرفع يدينه الاثنين، لأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعاء خاص، إنما يدعو بما تيسر، إذا شفت الكعبة ارفع يديك ادعو بما تيسر لك. وإن دعا بدعاء عمر بن الخطاب كان يقول في ذلك الحين: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم يبادر بعد ذلك، نحن ماشيين بالترتيب يا جماعة، ثم يبادر بعد ذلك إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود ده أصلا هو نزل من الجنة، ده ما من حجار الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية: وكان أشد بياضا من الثلج، سودت خطايا أهل الشرك. حجر جاء من الجنة من حجار الجنة، أهل الشرك سودوا حجر جاء من الجنة، بالله عليك ما بسودوا الدنيا وخربوها؟ الزول دار يصلح الدنيا والاقتصاد والبترول يطلع والأمور الاقتصادية تتصلح والمعيشة تتصلح، يحارب الشرك وأهل الشرك بنص الحديث ده. الحجر الأسود نزل من الجنة كان أشد بياضا من اللبن، اللبن ده أبيض، الحجر الأسود كان أبيض من اللبن، يعني هيكون عامل كيف؟ أبيض من اللبن والتلج، السودوا أهل الشرك ديل، ناس بناديهم بناديهم في كل قضية، بناديهم بتاعين زمان وبتاعين الساعة، بقوس والتب. طيب، وشوف رغم انه نزل من الجنة، رغم انه نزل من الجنة ما يجوز تتبرك به تطلب منه البركة، ما بجوز. عمر بن الخطاب قال لمن يستلم الحجر الأسود يقول: إنك حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وده حجر جاء من الجنة،
الليلة حجار ساكت، وقبور وقبب ساكت. الناس يقول لك اتبرك بيها، يمسح ظهره يقول لك عندي وجع ظهر، يمسح ظهره. وجاء من الجنة عمر بن الخطاب قال له إنك حجر لا تضر ولا تنفع. شو التوحيد ده كيف؟ والليلة أسمنتي جابوا براهم وبوماستك ضربوا براهم، إيه تمسحوا به ويدلقوا به، يقول لك بركة. طيب، فالسنة إنه يبادر إلى الحجر الأسود أول ما يصل البيت، فيستقبل الحجر الأسود استقبالا فيكبر. والتسمية قبل التكبير صحت عن ابن عمر موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا، هذا ده فعل ابن عمر وليس من يعني ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستلمه بيده، الاستلام باليد هكذا، ويقبله بفمه. قال السلف: ولكن قبل بغير صوت. ويسجد عليه أيضا هكذا، ده برضو من السنن المهجورة بالمناسبة، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فإن لم يمكنه تقبيله، إذا ما وصلوا ما قدر يقبله، يستلم بيده ثم قبل يده، إذا استلموا لكن. فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده من بعيد، لكن لما يشير من بعيد ما بيسمي، بس بيكبر. لما يشير من بعيد ما بيسمي، لكن شنو بيكبر. وتكون الإشارة مع كل طواف، كل ما يطوف يجي قصاد الحجر تاني شنو بيشير ويكبر. نقف لحد هنا الصلاة، وإن شاء الله نواصل من يوم غد إن شاء الله.